بمناسبة سعادة اللاعبين والروح المعنوية المرتفعة، عايز حضرتك برضه تقول لي تأثير زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر المنتخب. اتفضل. لا دي ما تسألش كده، دي عايزها مساحة لوحدها. اتفضل. مديها وقتها ومديها حقها. اتفضل يا فندم. أنا بكلمك على إن إحنا معسكر العاصمة الإدارية، المهندس خالد عباس ممثل طبعًا للدولة في العاصمة الإدارية، الإمكانيات اللي وفرها لنا، الاستعدادات اللي عملها لنا، التليفون اللي ما بيسكتش منه على المعسكر محتاج حاجه، فيه كذا الملعب محتاج حاجه. جينا بعد كل ده بقى، تيجي بعد كل اللي احنا بنقول ده، يجي بقى الدعم الكبير قوي بقى من سياده الرئيس، ان في بنفسه يجي ويطمن على الفريق ويقف معاهم ويدي مساحه من الوقت، ويبقى في حوار على يعني روح عاليه جدا من اب لابنائه. حقيقه بجد احنا بنقول حاجه واقعيه، ما بنقولش ما بنبالغش، لا ده المردود اللي كان عند اللعيبه كلهم، ده المردود اللي عند الجهاز الفني والاداري، حتى الاجانب اللي كانوا في الجهاز الفني مش عايز اقول لك ساعدتهم قد ايه. كل ده بيدي دفعه كبيره جدا 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 ان الناس دي فعلا ليها دعم كبير، ليها طموحات لازم يوصلوا للنهائي وياخدوا البطوله عشان يسعدوا الشعب المصري، وفعلا الدعم ده يكون جه عن استحقاق. بجانب بقى طبعا محمد صلاح كقائد لهذا الفريق، محمد صلاح مدي دفعه كبيره جدا. محمد صلاح بجانب ان هو لاعب عالمي ومن احسن او يعني يعتبر احسن لعيب كوره في العالم، احنا بنقول بقى ان هو قيادي بارع وقيادي محنك، ان الناس فعلا لما بتشوفه وهو بيتعامل مع اللعيبه، بيتعامل مع المدرب، المدرب بيديله التوجيهات للعيبه من خلاله، اسلوبه مع اللعيبه وهو بيتعامل معاهم، ان تحس ان اللعيبه مدياه وضعه، مدياه حقه كنجم كبير وكقائد ليهم. كل العوامل دي انا عايز اقول لك الناس عندها اصرار لهذا الانجاز ان شاء الله، مع اسعاد لكل المصريين باذن الله، ان شاء الله نرجع متوجين باللقب باذن الله. عظيم جدا. طيب